أونوريس هو جروب ولا اون بلاتفورم بان افريكان انفيرغور انترناسيونال اكبر تجمع تاع جامعات في افريقيا. عندنا 27,000 طالب يتوزعوا على 48 كامبوس على 9 دول 48 جنسية يخدموا فيه 40 جنسية سمحني. دونك هذه فرصة للطلبة التوانسة باش يدخلوا على المستوى العالمي باش يتمتعوا بامتيازات كبيرة من ناحية التنقل بين الجامعات، من ناحية الحصول على إجازات وشهائد دوبل معناتها من جامعات تونسية ومن جامعات أجنبية دو رينومي. اليوم مجمع الجامعة المركزية ينضم الأكبر مجمع إفريقي للتعليم العالي والتكوين المهني اللي هو يونوريس يونايتد يونيفرسيتي، وفي الواقع مش ينضم فقط، هو من مؤسسي هالمجمع هذايا اللي هو اليوم أكبر المنارات العلمية في التعليم العالي الخاص والتكوين المهني في القارة الإفريقية، موجود في تونس، موجود في المغرب الأقصى بمؤسستين اللي هما جامعة مونديابوليس ومدرسة إنسيل تكوين المهندسين اللي هي في نفسها عندها 3 فروع بمراكش وبالرباط وبالدار البيضاء، وكذلك انضمام مؤخراً مجموعة مانكوزا وريجنت اللي هما مؤسسات تعليم مشترك بين الحضوري وبين التعليم عن بعد، واللي هما موجودين في 9 بلدان من أقصى جنوب أفريقيا، يعني جنوب أفريقيا، بوتسوانا، تنزانيا، جزر موريس وغيرهم من البلدان، 9 بلدان في الجهة هذه من العالم. والمجمع هذا إن شاء الله باش يتواصل وينمو في بلدان أخرى. ندرس الآن إمكانية انضمام بعض الجامعات الأخرى في بلدان مثل كينيا ومصر وغيرهم، وإن شاء الله باكتمال سنة 2018 يكون حجمنا اللي هو اليوم أكبر مؤسسة، أكبر مجمع جامعي وتكوين مهني في القارة الأفريقية ب 27,000 طالب. إن شاء الله هدفنا أنه في السنتين القادمين يوصل 100,000 طالب، وهذا من ناحية العددية، لكن عندنا برشا أهداف من ناحية من ناحية الجودة، من ناحية جودة التعليم، من ناحية التعاون بين المؤسسات هذه، تبادل الخبرات وتكوين طلبة قادرين باش يكونوا في مستوى الكفاءات المطلوبة في المستوى العالمي، وفي نفس الوقت عندهم كفاءات إضافية تمكنهم من أنهم يكونوا أول من يتم انتدابه في القارة الأفريقية، سواء من طرف المؤسسات الأفريقية أو خاصة من طرف المؤسسات العالمية المتعددة الجنسيات اللي هي معنية بالقارة الأفريقية، واليوم اللي هي اليوم أنظارها متوجهة للقارة الأفريقية، لأن القارة الأفريقية اليوم هي اللي عندها أكبر نسبة نمو في العالم وعندها أكبر إمكانية تطور وتنمية في العشريات القادمة. ديما احنا نطمحوا باش نحسنوا في جودة لي ديبلوم باش تعطينا تنافسية أكثر، والطلبة نتاعنا ينجموا يدخلوا دونك في دي مولتي ناسيونال، شركات عالمية، باش يضيفوا الخبرة معناها الفالور أجوتي، القيمة المضافة للشركات اللي موجودة في إفريقيا والقارة الإفريقية الكل.